مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد من مجلتكم الرياضيه اليومي على قناه ميديا تي في ملعب، وفيها سنوافيكم باخر مستجدات الصحه الرياضيه الوطنيه والدوليه. البدايه وكما العاده ستكون بابرز العناوين. شيسوم شيكاترا يحل بالمغرب يوم امس تمهيدا لاتمام صفقه انتقاله للوداد البيضاوي. وفي الدوري الإسباني، برشلونة يستعد لتجديد عقد نجمه ليونيل ميسي كي يصبح اللاعب الأعلى راتبا في العالم. وفي فقرة زوم نعود لنناقش حظوظ المغرب في الألعاب الأولمبية المقبلة من خلال 45 اسما الذين سيمثلون المملكة في دورة ريو. كانت هذه أبرز العناوين، وقبل الخوض في تفاصيل أرحب باسمكم مشاهدينا بمحلل قناة ميديا تي في المدرب والإطار الوطني محمد أمين بن هاشم. أهلا بك. أهلا بسام وأهلا مشاهدي الكرام. البداية مباشرة بفقرة ميادين. وصل الدولي النيجيري شيسوم شيكاترا أمس الأحد إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من العاصمة النيجيرية لاغوس، لينتهي بالتالي مسلسل انتقال اللاعب للوداد البيضاوي الذي شهد العديد من المشاكل. وكان في استقبال شيكاترا العديد من جماهير فريق القلعة الحمراء الذين جاءوا لتحية اللاعب النيجيري، وسيتم تقديم شيكاترا في ندوة صحفية. لم يرد مسؤول التواصل في الوداد البيضاوي الإفصاح عن موعد انطلاقها. الصور ارشيف تعود لبدايه هذه السنه. نبقى في المغرب حيث تعاقد النادي القنيطري مع الاطار والمدرب الوطني فوزي جمال في عقد لمده سنه قابله للتجديد مقابل راتب شهري قدره 60,000 درهم. وكانت اداره الفريق القنيطري قد حسمت قرارها في اختيار المدرب فوزي جمال لقياده الفريق خلفا لسمير يعيش الذي انفصل مع النادي خلاف مع المسؤولين. ويمر الفريق القنيطري بازمه ماليه خانقه فرضت عليه عدم تجديد عقود اللاعبين الاساسيين الذين رفضوا مواصله المشوار. يشار الى ان فوزي جمال سبق له تدريب نادي الاتحاد زموري الخميسات والوداد الرياضي الفاسي. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أمس أن نادي برشلونة سيجدد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي فور عودة اللاعب من إجازته السنوية. وذكرت الصحيفة أن برشلونة توصل لاتفاق مع نجمه الأول لتجديد العقد ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم، وليغلق باب الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي. وينتهي العقد الحالي بين ميسي وبرشلونة عام 2018، ويرغب النادي في تمديده عامين إضافيين. ونجح برشلونة منذ أسابيع قليلة في تجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار، ويتطلع الآن إلى التجديد مع ليونيل ميسي وبعض اللاعبين الآخرين. يتفرغ النادي إلى الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد الذي يطمح خلاله إلى استعادة لقب دوري أبطال أوروبا. حقق الكولومبي خارلينسون بانتانو فوزه الأول على الإطلاق في طواف فرنسا للدرجات تور دو فرانس، وذلك في المرحلة 15 التي امتدت لمسافة 160 كيلومترا بين بيوركون بريز وكولوز أمس. وتقدم بانتانو الذي يخوض السباق الفرنسي الشهير للعام الثاني على التوالي، تقدم على البولوني رافال مايكا بالسرعة النهائية، في محل الفرنسي أليكسي فيرموز ثالثا بفارق 6 ثوان. وحافظ البريطاني كريس فروم حامل اللقب على الصدارة والقميص الأصفر الذي ارتداه منذ المرحلة الثامنة رغم احتلاله المركز 14 في مرحلة يوم الأحد وتأخره بفارق 3 دقائق و7 ثوان عن بانتانو، وذلك لأنه سجل نفس توقيت ملاحقه الأربعة. وبقي فروم الأول في الترتيب العام أمام الهولندي باوك موليما بفارق 1:47. فاز الإسباني مارك ماركيز متصدر بطولة العالم للدرجة النارية موتو جي بي أمس الأحد بسباق جائزة ألمانيا الكبرى للمرة السابعة على التوالي في كل فئات بعد نجاح مغامرته في تغيير الإطارات بعد منتصف السباق. وبدأ ماركيز من مركز أول المنطلقين وتوقف للصيانة في اللفة 17 على حلبة جافة بعد هطول أمطار شديدة قبل البداية. بعد خروجه عن مسار الحلبة وترجع للمركز التاسع، وعزز ماركيز تصدره بفارق 48 نقطة عن مواطنه وأبرز منافسيه خورخي لورينزو بطل العالم ومسابق ياماها الذي احتل المركز 15. وجاء البريطاني
البريطاني كارل تروتشلو متسابق هوندا في المركز الثاني بفارق 10 ثوان متقدما على الإيطالي أندريا دوفيتشيوزو متسابق دوكاتي، واحتل الإيطالي فالنتينو روسي زميل لورينزو في يامها احتل المركز الثامن. قال نجم السباحة العالمي الأمريكي مايكل فيلبس بأنه سعيد بالتحضير لأولمبياد ريو دي جانيرو الذي سينطلق في البرازيل بعد أيام قليلة، وأكد فيلبس أنه لا يشعر بأي ضغط بل هو فقط متشوق للمنافسة مع أفضل السباحين العالميين في العالم، حيث سيشارك في سباقات 100 و200 متر فراشة و200 متر فردي متنوع. فيلبس الذي يعسكر مع المنتخب الأمريكي في سان أنطونيو بتكساس تحدث أيضا عن مستقبله مؤكدا أنه سيعتزل مباشرة بعد الألعاب من أجل التفرغ لتربية ابنه، وستكون هذه الألعاب الخامسة بالنسبة لفيلبس الذي يطمح لتعزيز رقم قياسي من عدد الميداليات الأولمبية. نعم، أنا متأكد 100% أنني سأعتزل بعد ريو، لن تكون هنالك عودة ولن يكون هنالك شيء. من الآن فصاعدا سأتفرغ لتربية ابن بومر ولا شيء آخر. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس عن وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو أنه شعر بدهشة من مسودة خطاب عدته الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات للمطالبة بفرض عقوبة شاملة على روسيا ومنعها من التنافس في أولمبياد ريو دي جانيرو الشهر المقبل، ويأتي هذا في خضم فضائح تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات وما عقبه من تداعيات باستبعاد الاتحاد الدولي لألعاب القوى للعدائين الروس من أولمبياد ريو. مزيد من التفاصيل في تقرير فيصل الزاكي. في انتظار القرار النهائي لمحكمة الطاس بالسماح للعدائين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو، تواصل مسلسل توجيه التهم ضد روسيا في قضية تورط رياضيها في التعاطي للمنشطات. آخر تطورات هذا الملف الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لإبعاد جميع رياضيي روسيا عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالبرازيل قبل حوالي أسبوعين من انطلاقتها، أمام دهشة واستغراب رئيس المجلس الأولمبي الأوروبي الإيرلندي باتريك هيكي من هذه الخطوة. واعتبر باتريك أن هذه الدعوات قبيل نشر التقرير النهائي مخالف للقانون المعترف به دوليا، مما قد يؤثر على مصداقية التقرير بصفة عامة. يأتي هذا أيضا قبل نشر تقرير طلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعد اتهامات المدير السابق للوكالة الروسية للقضاء على المنشطات غريغوري روتشكوف والمنفي حاليا بأمريكا، والذي كشف على أن العشرات من الرياضيين الروس منهم من توج ب 15 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي بالتواطؤ مع الأجهزة والمخابرات الروسية. من جهة أخرى، سمح الاتحاد الدولي للألعاب القوى لرياضية واحدة روسية بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، هي لاعبة الوثب الطويل داريا كيليشينا التي تتدرب في الولايات المتحدة دون باقي الرياضيين الذي بلغ عددهم 68، قرروا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل الحسم نهائيا في مسألة مشاركتهم من عدمها. ونختم بهذه الصور من الصين، حيث تعرض مهاجم شانغهاي الشينوا السنغالي ديم بامبا تعرض أمس الأحد إلى كسر في الساق خلال مواجهة فريقه في الدور الصيني الممتاز. المهاجم السنغالي تعرض لكسر مزدوج خطير في الساق خلال مباراة فريقه بجاره شانغهاي سيبيغ، وسجل ديم بامبا الذي سبق له اللاعب في صفوف نادي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين سجل 14 هدفا مع فريقه الصيني هذا الموسم. كان هذا آخر خبر في فقرة ميدان. صور مروعة شفنا أمين ديال الإصابة ديال السنغالي ديم بامبا اللي يمكن يعني أنهت المسيرة ديالو هو في سن 31. فعلا إصابة خطيرة تعرض لها ديم بامبا، وهذه من الإصابات، يمكن شفنا إصابات للاعبين آخرين من هذا النوع هذا، ولكن صغار السن ديالهم خلاهم أنهم يرجعوا للمنافسة بعد، ولكن ديم بامبا بالسن ديالو 31 سنة وهذه الإصابة اللي ممكن أنه انهات هذا الموسم هذا بمرة، فصعب أنه يرجع للمستوى ديالو.
كذلك تعافيت من شهور حتى العام تقريبا. هذا اللي خلانا قلنا انه هذا الموسم مشى، لانه هذه البدايه ديالو، فبالنسبه لي ما غاديش يلعب هذا الموسم. كذلك بالامس كانت اصابه خطيره لمحمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك تقريبا من هذا النوع هذا، ولكن هي في مباراه امام سان داونز الشامبيونز ليغ افريقيا فيها هدفين لواحد في مصر. كانت اصابه خطيره جدا، طرات كذلك اخراج لاعب ممكن يغيب اكثر من 6 أشهر عن المنافسه. دو كرة القدم المغربية أمس يعني كان حدث ربما هو قدوم شيكاتارا إلى المغرب ونهاية هذا المسلسل اللي طال أكثر من اللازم. شيكاتارا أخيرا سيوقع وسيلعب في فريق الوداد البيضاوي. فعلا بعد ضجة كبيرة وقيل وقال على قدوم شيكاتارا أو عدم قدوم شيكاتارا، فبالأمس تأكد أنه شيكاتارا أصبح لاعب رسمي لفريق الوداد البيضاوي، وبالتالي غادي يستافد منه في خط الهجوم اللي يعاني منه فريق الوداد البيضاوي، لأنه شيكاتارا كان حضر للمغرب أعتقد في شهر جونفي، في شهر يناير. وبعد ذلك الصور اللي كنشاهدوا أمين يعني فقط للتوضيح الصور ديال شهر يناير الماضي وليس صور قدومه أمس إلى الدار البيضاء. اوكي، فكان حضر في شهر يناير وكان وقع العقد ديالو مع فريق الوداد البيضاوي، ومن بعد حدثت مشاكل واصبح هذا الموضوع هذا شغل جميع الودادين وحتى كل المغاربه وكذلك بعض النيجيريين، لانه كانت تصريحات لمسؤولي الوداد وكانت تصريحات مخالفه لمسؤولي الفريق النيجيري. من بعد ما عرفناش الحقيقه فين كاين، بالامس تاكدتنا الحقيقه وتاكد قدوم شيكاتارا للوداد البيضاوي. يعني علاش شفنا هذا الاصرار ديال فريق الوداد البيضاوي من اجل اتمام الصفقه حتى النهايه ديالها والاصرار بالتشبت بهذا اللاعب، يعني ما الذي يميز شيكاتارا ربما عن باقي اللاعبين او المحترفين الافارقه؟ شيكاتارا ظهر بمستوى جيد جدا في لوشان الاخير اللي لعب مع المنتخب النيجيري، وقدر انه يسجل 4 ديال الاهداف، فكانت فرق كثيره ترغب في استقطاب شيكاتارا، ولكن بعد الضغط على هذا اللاعب من كانو، كذلك كانو اللي كان ضغط على اللاعب جورج ويا اللي ضغط كذلك على اللاعب شيكاتارا باش يجيو لفريق الوداد البيضاوي، حل بالمغرب ولكن ما قدرش انه يكون مع فريق الوداد البيضاوي، لانه الفتره اللي كان فيها في لوشان فما عندوش الحق انه يكون لاعب محترف، لانه لوشان اللاعبين المحليين خصو يكون لاعب محلي، الا وقع مع فريق الوداد البيضاوي سيصبح محترف وبالتالي ما يقدرش يلعب لوشان. من بعد لوشان كانت فتره ديال الانتقالات اغلقت في المغرب، فكانت معادله معقده نوعا ما، هذا اللي خلى انه يوقع على عقد مبدئي وانه غادي يتنفذ العقد ديالو في نهايه الموسم. من بعد سمعنا انه كانت مشاكل ماليه، انه فريق النيجيري ما تسلمش المبلغ المالي اللي كان خصو ياخذو، مسؤولي الوداد البيضاوي اصروا انهم وضعوا المبلغ المالي في البنك وتيتسناو الفتره اللي غادي يجي فيها شيكاتارا باش يتسلم الفريق، فهنا كانت الحقيقه ضائعه. من بعد فبالامس الصور اللي كنشاهدوا امين مره اخرى هي الان ديال بعض المهارات اللي كيمتاز بها هذا اللاعب، هذا لاعب نيجيري اللي يعني ممكن يكون احد نجوم الفريق البيضاوي الموسم المقبل. فعلا غادي يكون احد النجوم، لانه تالق مع الفريق ديالو ابيا واريوس، قدر انه يسجل اهداف كثيره، قدر انه يسجل مع المنتخب، صغر السن ديالو 22 سنه فقط، فعنده هامش كبير مازال من تطوير المستوى ديالو، وممكن كذلك نشوفوه مثلا بحال ايفونا انه يلعب مع فريق الوداد البيضاوي موسمين ومن بعد يحترف في فريق اوروبي، لانه ايفونا واخا هكذاك احترف في الاهلي المصري، فممكن يكون مكسب ايضا مالي لفريق الوداد. فعلا هذا اللي خلى انه مسؤولي الوداد البيضاوي تشبتوا بهذا اللاعب، لانه المستوى التقني ديالو، صغر السن ديالو والمستوى اللي لعب فيه، فبامكانه انه يحترف في اوروبا. بقاو في اخبار بطوله تصارت المغرب فقره ميادين، تحدثنا ايضا على تعاقد النادي القنيطري مع المدرب فوزي جمال اللي خدا البلاصه ديال سمير يعيش اللي الان انتقل يدرب فريق الوداد الفاسي. فوزي جمال موسم المصرم هو اللي كان كيدرب فريق الوداد الفاسي، هناك تبادل يعني المقاعد، وقبل سنتين فوزي جمال كان كيدرب ايضا اتحاد الخميسات. فعلا فوزي جمال فكانت البدايه ديالو مع المولوديه الوجديه، بحكم انه كان لاعب سابق للمولوديه الوجديه، عاش فتره في بلجيكا، دخل درب المولوديه، بعد ذلك درب اتحاد الزموري خميسات، صعد معاه للقسم الوطني الاول، بعد ذلك انفصل في الموسم الثاني، الان تشوفوه في النادي القنيطري، النادي القنيطري اللي مر بفتره صعبه جدا نهايه الموسم الماضي، عدد كبير من الهزائم، كذلك عدم استقرار الاداره التقنيه في النادي القنيطري، لانه على مدى 3 سنوات فتغيروا 3 أو 4 مدربين، السيد عبد الخالق اللوزاني، هشام الادريسي، سمير يعيش، والان فوزي جمال. نتمنى انه يكون الاستقرار مع فوزي جمال، لانه النادي القنيطري محتاج للاستقرار التقني اكثر ما محتاج انه يغير المدربين في كل موسم، ففوزي جمال لو تاح له الفرصة أنه يكون فريق شاب اللي ممكن يمشي معه 3 سنوات أو أكثر، لأنه النادي القنيطري شفنا السنوات الأخيرة ما تلعبش على الألقاب،
فقط يلعب على البقاء، فيحتفظوا بمدرب خصوصا انه مدرب شاب عنده مستقبل، يكون لهم فريق من لاعبين شباب اللي ممكن انه يمشي واحد ثلاث سنوات او اربع سنوات، ولما لا بعد ذلك تحقيق الالقاب، خصوصا انه حلاله جمهور يستحق فريق كبير، يستحق فريق ليلعب على الالقاب. بالفعل ميركاتو المدربين امين لحد الان بطوله تسرب المغرب يمكن القول انه لا زال باردا، جل الانديه اللي لم يكون يعني معظمها لازال محتفظ بالمدربين ديال الموسم الماضي، والان يعني كما قلت الميركاتو لازال بارد، علما ان كل الانديه بدات تحضيراتها من اجل الموسم المقبل. فعلا هو الميركاتو سخن في نهايه الموسم الماضي، لانه هذا الموسم فشفنا باستثناء النهضه البركانيه اللي غيرت المدرب، وكذلك النادي القنيطري شباب ريف الحسيمي مازال ما اكدوش التعاقد ديالو مع فؤاد الصحابي او غادي يغيروا المدرب، فهاد ثلاث انديه فقط هي اللي غيرت المدرب، ولكن كاين انديه كثيره قبل نهاية الموسم الماضي فهي غيرات المدربين ديالها ونجحوا، كمثلا عندك الكوكب مراكشي، الدفاع حسني الجديدي، اولمبيك خريبكا، اولمبيك اسفي، الجيش الملكي، كل هذه غيرات المدربين ديالها في فترة ثانية من البطولة، ولكن قدروا هاد المدربين يثبتوا المكانة ديالهم وقدروا انهم يحققوا نتائج ايجابية مما خلات الفرق ديالهم سواء تضمن البقاء ديالها قدام القسم الوطني الاول او تنافس كالجيش الملكي على المراتب المتقدمه. مع بدايه هذا الموسم فكان متاكد انه الفرق ما تغيرش المدربين ديالها بشكل كبير، الاغلبيه احتفظوا بمدربين باستثناء كذلك الفريق الصاعد اللي هو شباب قسم التادله اللي غير المدرب ديالو، فشباب اطلس خنيفره فهو احتفظ بنفس المدرب. اذا عندنا اربع فرق من الفرق اللي في القسم الوطني الاول اللي غيرت المدرب. نتمنى يعني فقط الاستمراريه تبقى بالنسبه للمدربين من اجل العمل وما تكونش هناك يعني تغييرات بالجمله في بدايه الموسم الجديد. فعلا لانه الاستقرار التقني هو اللي تعطي نتائج، شفنا انديه كثيره حافظت على المدربين ديالها قدرات انه تحقق نتائج، لانه التغيير بعض المرات تيجي فقط من اجل التغيير، احتفظ بالمدرب ديالك، احتفظ بالتركيبه البشريه والنتائج غادي تجي مع المستقبل. قبل ما نوصل لامينه وقبل ان نواصل المشاهدين نتوقف الان لفاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال باقي فقرات عدد اليوم من برنامج ملعب. أهلا بكم مشاهدينا في هذا الجزء الثاني من برنامج ملاعب اللي يبدأ أمين من كرة القدم الأوروبية وتحديد من الدوري الإسباني. صحيفة موندو ديبورتيفو أعلنت أمس أن فريق برشلونة يستعد لتجديد عقد ليونيل ميسي كي يصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم، وفي نفس الوقت من أجل وضع حد الإشاعات اللي تفيد بانتقال أو إمكانية انتقال المرغوث الأرجنتيني الى نادي اخر وتحديدا فريق تشيلسي، علما انه قبل اسابيع كانت هناك يعني بعض التسريبات بان الاب ديال ليونيل ميسي خورخي ميسي التقى برومان ابراموفيتش الملك ديال نادي تشيلسي في احد اليخوت الخاصه ديالو. ما تنظنش ان ميسي ممكن يغادر اف سي برشلونه، لانه ميسي لما يغادر اف سي برشلونه للمنتخب الارجنتيني فلا يتالق، فمن الصعب انه ميسي يتالق في نادي اخر غير اف سي برشلونه، واظن انه متاكد من هذا المعطى وعارفه لهذا لا كيبقى اللاعب الاكثر مهاره في العالم. فعلا متفق معك، ولكن الشخصيه مهمه، المهارات ديال ميسي ما يتالقش في نادي اخر غير برشلونه. ممكن يتالق ولكن الشخصيه مهمه، لانه ميسي في هذا السن هذا محتاج انه يكون قائد، ميسي صعب انه يكون قائد لانه شفتي الشخصيه ديالو ما تتسمحلوش انه يقود فريق او يقود منتخب ديال الدوله ككل ويحقق به نتائج ايجابيه، وهذا اظهرته المنافسات على مدى ديال. ولكن اللاعب في المنتخبات ماشي هو اللاعب في الانديه. ماشي اذا انتقلتي لفريق قوي بحجم مثلا فريق تشيلسي وبنيتي الفريق ديال تشيلسي من اجل ليونيل ميسي ممكن تنجح؟ ممكن غالبا ولكن ممكن ولكن النسبه المئويه تتكون ضئيله جدا، لانه كيف قلت لك حاليا ميسي محتاج لشخصيه اكثر من مهارات، لانه مهارات تتوفر عليها والكل يشهد له بهذا، ولكن شخصيه القائد لا يتوفر عليه ميسي، لهذا فمن الصعب انك تشوفه يتالق في نادي اخر، لانه اف سي برشلونه اصبح كعائله، لانه كبر فيه، تربى فيه، فعائله ديالو، فغادي يتالق ويحقق نتائج ايجابيه، تبقى انه الان محتاج لدعم نفسي اكثر، لهذا تنظن انه فريق برشلونه سيلجا لهذا المعطى انه غادي يجدد العقد ديالو وبامتيازات اخرى واكثر من نيمار ليبقى اكبر لاعب او اكثر لاعب فيما يخص أعلى أجر أو أعلى راتب عنده في العالم، لأنه محتاج لدعم نفسي اللي يخليه أنه يرجع المستوى ديالو ويرجع الثقة. التهرب الضريبي والحكم اللي تلقاه بالسجن 21 سنة، السجن اللي ما يدخلوش بالطبع ليونيل ميسي، لأن القانون في إسبانيا يعني
أي حكم تحت 22 أو تحت 24 شهر لا يتم تنفيذه. برشلونة سيجدد لميسي وقبل أسابيع جدد أيضا للبرازيلي نيمار دا سيلفا. البارسا يبقى أحد أغلى الأندية في العالم وأغناها، لكن في نفس الوقت واش يمكن الفريق الكتالوني يتحمل هذه التكاليف ديال أجور ديال اللاعبين ديالو على المدى المتوسط والطويل؟ ما تنظنش أنه لو كان قاموا بدراسة وشافوا أنه هذه الإمكانيات ما غتبقاش متوفرة مستقبلا ما غاديش يدخلوا في هذه العمليات هذو، لأنه الناس عندهم دراسات عارفين الإمكانيات ديالهم وعارفين فين ممكن يوصلوا، أنهم كاينة مداخل كبيرة عند فريق برشلونة، مداخل مهمة جدا، لأنه ممكن نقول لك هذه قبل 20 سنة أو 25 سنة فكانت الميزانية ديال اف سي برشلونة عندها 90% مداخل ديال الجماهير والمنخرطين، 10% مداخل ديال المستثمرين والإشهار، الآن أصبح أكثر من 98% مداخل ديال الاستثمارات و2% مداخل ديال الجماهير. شوف التغيير الكبير اللي طرا على الاستراتيجي ديال هذا النادي، فما تنظنش انه ممكن يوقعوا في مشاكل مستقبلا، خصوصا انه العائدات مهمه جدا. غير هو هذا التجديد ديال العقود مع نيمار ومع ميسي ممكن انه يفتح مجال او اكيد انه غيفتح مجال انه تجديد عقد كريستيانو رونالدو براتب اكبر من نيمار واكبر من ميسي، لانه ما يمكنش في هذا الوقت هذه في اوج العطاء ديالو وتحقيقه لعصبه الابطال وكاس اوروبا للامم انه يصبح الراتب ديالو اقل من ميسي ونيمار. نغادروا ميدان كره القدم، تحدثوا شي شويه على الالعاب الاولمبيه، ذكرنا في فقره ميدان ان مايكل فيلبس ذكر بانه امس يعتزل مباشره بعد نهايه الالعاب. مايكل فيلبس اللي كيبقى اسطوره الاولمبيه الاولى، حيث سبق له الفوز ب 22 ميداليه اولمبيه، 22 ميداليه امين، 18 ذهبيه، جوج فضيات وجوج نحاسيات. شوف هو اصلا مايكل فيليبس دخل للسباحه للعلاج، لانه في الصغر ديالو في مقاطعه بالتيمور فكان مشاغب وكان يعاني من عدم التركيز في الدراسه، وكان نصحوا الاساتذه ديالو، نصحوا الوالده ديالو انه تعرضوا على طبيب نفسي، لما عرضته على طبيب نفسي فهو اكد انه مصاب بمرض فقدان التركيز وعليه بممارسه الرياضه. الوالده ديالو اختارت له رياضه السباحه بحكم قرب النادي من البيت، بدا السباحه. من بعد الاساتذه ديالو في السباحه والمدربين ديالو اكتشفوا طول اليد ديالو وانه بامكانه يكون سباح عالمي وبامكانه يحقق ارقام قياسيه كبيره، وقدر انه يحقق اول رقم قياسي ديالو على سن 15 سنه كاول طفل حقق رقم قياسي. وهذه اليد الطويله ديالو كانت مصدر للسخريه في المدرسه ديالو، لانه هذا هو اللي خلاه انه يكون منعزل في الصغر ديالو ويتم عرضه على طبيب نفسي. بطبيعه الحال الانظار كلها تكون توجه ليه يعني في اولمبياد ريو، ويشوف واش يمكن يعزز هذا الرصيد ديالو من الميداليات. وصلنا الان مشاهدينا لفقره زوم، وفيها سيكون الحديث عن الاسماء المغربيه التي ستشارك في الالعاب الاولمبيه الصيفيه ريو 2016. إذن على بعد أيام معدودة من انطلاقة أكبر حدث رياضي في العالم، كشفت اللجنة الأولمبية المغربية يوم الجمعة الماضي عن قائمة الأسماء المغربة التي ستشارك في 12 صنفا رياضيا ضمن الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو. الأسماء المغربية 45 نتعرف عليها في هذا التقرير لفيصل الزاكي. كعادة النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، حظيت ألعاب القوى المغربية بحصة الأسد من حيث عدد المقاعد في أولمبياد ريو. ويتقدم رياضة أم الألعاب المغربية البطل عبد العاطي إجدير الذي سيشارك في سباق 1500 و 5000 متر، بالإضافة لعزيز أهادي في سباق 100 متر وعشرة عدائين آخرين سيشاركون في سباقات 1500 متر و 5800 وسباق 3000 متر موانع وعدائين اثنين في سباق الماراثون. ولدى الإناث سيكون المغرب ممثل بخمسة عداءات، وهن رباب العرافي ومليك العقاوي في سباقي 800 متر و1500 وسهام الهلال في سباق 1500 متر وكوثر بولعيد في سباق الماراثون، كما ستشارك فدوى سيدي مدان في سباق 3000 متر موانع. رياضة الفن النبيلة تكرس وجودها في النسخة القادمة من الأولمبياد بسبعة ملاكمين، أربعة ذكور وثلاث إناث في مختلف الأوزان. ويتقدم الملاكم الوطني البطل محمد ربيعي الذي تعقد عليه آمال كبيرة بعد تتويجه بطلا للعالم في وزن 69 كيلوغرام، وزهر الزهراوي في وزن أقل من 51 كيلوغرام.
دائما في رياضة فنون الحرب في صنف الجودو ستحضر أسماء نيانغ في الأولمبياد بعد تتويجها بالبطولة القارية للجودو كبطلة لإفريقيا في وزن 70 كيلوغرام إلى جانب كل من غزلان الزواق وعماد باسو في وزن 66 كيلوغرام. وفي رياضة التايكواندو ستكون المملكة ممثلة بثلاثة أسماء على رأسهم وئام دايسلام التي تتأهل للمرة الثانية إلى الأولمبياد وسيرافق بطلة إفريقيا كل من عمر الخال ونعيمة بكال. المصارعة الحرة ستكون بدورها حاضرة في ريو دي جانيرو بعد غياب دام لأكثر من عقدين من الزمن. المنتخب المغربي للمصارعة سيشارك بثلاثة مصارعين وهم زياد آيت أكرم والمهدي مسعودي وشكير أنصاري. من بين الرياضات التي ستدون اسم المملكة ولأول مرة في أكبر حدث رياضي عالمي الفروسية في شخص عبد الكبير والدار الذي حاز قبل أشهر على جائزة هرمز الكبرى للقفز على الحواجز المقامة بفرنسا في إنجاز هو الأول. الدراجة المغربية تعزز تواجد المغرب في الأولمبياد بثلاثة دراجين يتصدرهم محسن الحسيني وأنس آيت العبدية في السباق على الطريق وضد الساعة وسفيان هدي في السباق على الطريق. المغرب سيكون حاضرا أيضا في مسابقات الكاياك والمسايفة والرماية بمقعد واحد وفي رفع الأثقال والسباحة بمقعدين. 45 رياضيا ورياضية سيدخلون إذن منافسات الأولمبياد على أمل مشاركة مميزة ترفع راية المغرب في سماء البرازيل. إذن أمين 45 رياضي ورياضية في 12 صنف رياضي سيمثلون المغرب في دورة ريو الأولمبية. حقيقة ما هي حظوظ المملكة في هذه الألعاب وشحال ممكن من الميدالية نتحصلوا عليها؟ شوف هو الدورات بدون عاطفة، لا الدورات الأخيرة أعطتنا نموذج لعدد أو نموذج للمستوى اللي يمكن يظهر به لندن. خدينا ميدالية يتيمة يتيمة ديال برونزية ديال عبد العاطي إكدير في سباق 1500 متر، مع العلم أنه كان عدد مشاركين أكثر. نعم. من هذه المرة هذه 72 مشارك، لأنه توضع برنامج من وزارة الوصية وكذلك من اللجنة الأولمبية لإعداد أبطال أولمبيين. وهذا شيء جميل أنه تعطات امتيازات كبيرة للأبطال وللمدربين للقيام بمعسكرات إعدادية والتدريب، ولكن المهم هو المنافسة، لأنه لما تتخذ واحد البطل وتتحطه في واحد المركز تكوين ويقوم بالإعداد ويمشي المعسكرات خارجية كذلك لإتمام الإعداد دياله، ولكن فينا هي المنافسة؟ لأنه خصو معامل يتنافس، خاص مستوى كبير في المنافسة باش ممكن يحقق ألقاب وميداليات. إنما أنت هاد اللاعب أو هذا الرياضي تعطيه برنامج للتكوين تيتكون فيه مباريات ودية مباريات إعدادية، ولكن ما كايناش منافسة قوية، والدليل أنه عدم مشاركة أي رياضة جماعية، لأنه المنافسة عندنا ضعيفة. لما المنافسة تكون قوية ممكن نشوفوا ألعاب جماعية ككرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، معلم أن كرة القدم مرات تنشوفها تتأهل ألعاب أولمبية، ولكن رياضات جماعية أخرى صعب أن تتأهل لأنه المنافسة ضعيفة جدا. ما عرفناش نكونوا أبطال اللي ممكن يحققوا لنا ميداليات، لأنه كمثلا 45 بطل فعلى الاقل تتكون واحد الاستيماسيون انه عارفين شحال من ميداليه غادي نجيبوا. الان صعب انك تقدر شحال من ميداليه غتجيب لانه ما عارفينش المستوى ديال المشاركين او الابطال ديالنا اللي غيكونوا في العاب اولمبيه. فالانجازات يعني كتكون انجازات شخصيه اكثر منها انجازات جايه يعني من العمل قاعدي. ممكن مستقبلا، لانه كيف قلت لك اللجنه الاولمبيه والوزاره الوصيه لما عطوا امكانيات للابطال وقاموا بتهيئ برامج اعداديه لهذ الابطال فاستفدوا من الاخطاء، خصوصا في الدوره ديال لندن. هذه الدوره هذه تم معالجه بعض الاخطاء، منها انه كانوا تعطيوا رواتب كبيره جدا للرياضيين وللمدربين، وبعد ذلك لما مشاو الالعاب الاولمبيه شفنا النتائج بحال حوافز بحال ديبخيم، اصبحت حوافز انه على حسب المركز ديالك على حسب التاهيل ديالك فغادي تقاضى واحد الراتب في النهايه ديال المشوار. مستقبلا ممكن نشوفوا تخلص من اخطاء اخرى، لانه التجربه هي اللي تتعلمك والاخطاء هي اللي تتعلمك، فكانت اخطاء كانت تجربه ممكن مستقبلا نشوفوا انه ابطالنا يحققوا ميداليات. نتمنوا تألق المغرب في هذه الالعاب العاب ريو، ربما الشيء يبقى مستبعدا، لكن يعني نتمنى تكون هناك انجازات بحال عبد العاطي إكدير
بحال محمد ربيعي ولملا اخرين رياضيين اخرين. سال الوقت البرنامج، شكرا لك. شكرا بسام، وشكر موصول لكم مشاهدينا ولفريق العمل الصحفي والتقني ومخرج حلقه اليوم خالد مدني بزيوم الاخبار الرياضيه في موعدنا القادم على موقع القناه www.mediantv.com. القاكم باذن الله يوم غد في نفس التوقيت وعلى نفس القناه ميديان تيفي. لكم مني اجمل تحيه والى اللقاء.